انا سميتي النشامي عبد الرحمن، السكنه دوار ولاد عمر مفاسيس حطان خريبكا. هاد الناس سيدي كنهضروا على شي اخوان ديالي 11 نفس، متهماني بان باغي ندي لهم بلادهم، ما باغيش نقسم معاهم. ودابا انا جيت خرجت من الصمت ديالي، بغيت نوري لعباد الله اش اللي كيقولوا فيا شي هضره ماشي هي هذيك. ما باغيش نقسم معاهم وما دير لهم الرزق ديالهم، ودابا هما مع الهضره ديالهم فين ما دازوا تيقولوا راه ما دير لنا حقنا، ما باغيش يقسم معانا. وانا ما عنديش هذيك النظره كاع. هاد الاتهامات هادو، هو واحد السيده دايرها انا في داري، ساكنه في داري، هما باغين يديو ليا بلادي قبل ما يقسموا بلاد بوهم، قبل ما يقسموا البلاد ديال الورث بغا يديو ليا انا بلادي. وهاد الدار ديالي انا في بلادي، تيقول لك هاد السيده هادي ما تسكنش، ما تقعدش هنا، ما لا حول ولا قوه الا بالله. وما يتامه بنيت هاد الدار على حساب واحد الدري اختي كان ما عندهاش، وكان راجلها هرب عليها مشى للطاليان ومصابش فين تسكن، وكان الوالد ديالي باقي في قيد الحياه. بنيت ليها الدار هادي، الور ملي زعفات مشات طلعت للشعبه وسكنات، بقى الدار خاويه. جا واحد الدري خويا سكن في الدار ديال في هاد الدار ديالنا وفي الدار ديالي، كان داير الغلم وجايب شي ناس من شلوح من بومية 2007 2008. دابا ملي ناضنا حنايا الوراثه تخاصمنا معاه، طلع للدار ديال شي ناس اخرين هنا الفوق وسكن. الور في 2010 جت انا هاد السيده هادي جت هاد الناس وعطيتهم داري وبلادي باش يسكنوا فيها. مات بوهم، مات بوت هاد الناس هادو، هاد الوراثه الزوج ديال هادو، بقاو هما في الدار ساكنين. داروا شي شويهات راهم كما تشوفوها هما هنايا، واحد 10 شويهات تياكلوا منهم ويشربوا منهم. 2013 هبطنا للبلاد هنا باش نقسموا انا والوراثه، ما تفاهمناش، بقات البلاد هكذاك. في 2018 تلاقيت مع المهندس، قلت له يلا وري ليا، هبط معايا عبر ليا واحد هاد البلاد ديالي. هاد البلاد ديالي هادو جوج خدامه لارو شاريهم من عند عمي، وجوج هنا شاريهم من عند خويا، خويا كاتبهم لي بويا شريتهم من عنده. وعندي بلاد اخرى بعيده هنايا، وعندي بلاد اخرى لهي. واخا تلاقيت مع هاد المهندس جتو سمعوا اخوتي قالوا لي علاش ما حضرتيناش معاك في الصيف هذه في شهر 7 2018. لا ارضك ولا ارض الوراثه؟ لا جتو الارضي، طبيعه الحدود ديالك. من طبيعه الحال جتو الارض ديالي. ناض لي واحد، هما واحد جوج ناضوا لي ومع امي، اش قالوا لي؟ بان هاد العبار ماشي هو. دابا عندهم هما خدام كاتبوا ليهم الوليد صناع نص خدام، اش قالوا لي؟ عبر الدار ونقصها من بلادك، رغم ان المنزل هاد الدار هذا بنيه في بلادي انا في ملكي. هذا من ناحيه، وبدات المشاكل. امي تتقول لي اعطيهم بلادهم، لانه هو خدام كاتبوا لهم غير الوالد ديالي. ملي سافرت جا واحد السيد من الرباط، انا سافرت لاسبانيا، جا واحد السيد من الرباط دا الوكاله، حي الضو لهاد الناس هادو، الوكاله ديال باش دايرين الوكاله الوليدة. نهار حنا الوراثه دايرين الوكاله للوليده، خلى هاد حيد لي مضو وخلى هاد لي تما ظلمه، غير بان هي كانت تتخلص العمود، شايط العمود وسميتو كان مخلي الوليد باقي في الكريدي، تتخلص العمود تدفع ثمن العمود وسميتو الضوعه ديال السكيده، داكشي اللي كاسطاتو اللي خسراتو كتخلصو وكتدفع 800 ديال العمود. ومن بعد قال لي، بقيت يقول لها خرجي من هنا ما تبقايش ساكنه. واحد من الوراثه داروا لي الدول الدجاج وتيهدوها بهذا الشيء، النعيجات اللي دايره هي دايراهم هنا، قرب عليهم ما كتوصل لهم. هاتي كتشوفيها هي هاد السيده هادي، شو الحاله ديال ولدها كيداير، راه فينا هو، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تيوصلهم حتى في حاجه، ما والو. هذوك كيهبطوا من المدينه كيبغيو يجريو عليهم وكي على حساب انا باش نحيد لهم من هنا ولا باش نحيدوهم ولا. دونك ملي داروا الدول الدجاج وسميتو مشيت عند الشيخ ديال القبيله هنا عندنا ديال الفاسيس، قلتها له علمتو، قلت له سعادة الشيخ راه هاد الناس هادو كيحطوا لهذوك اللي تما الدول الدجاج والغلم وسميتو. المهم بحال ما سمعت حتى حاجه، وانا تعاميت عاوتاني. في 2020 دخلت لهم الضو، دخلت لهاد الناس الضو
راسي انا خليت درت لهم الضو في داري. ملي صابوني دار الضو لهاد الناس ناضوا داروا بيا دعوه باش نقسم معاهم الورث انا وواحد خويا. دازت المحكمه انا كنت في الديار الاسبانيه، مشى خويا دار محامي قال لهم قال لهم دعينا بالوكاله امي ومن معها من الورثه ورثه عدليه. هضرت مع امي وتكلمت مع خواتاتي باش تعطيني، تكلمت مع امي بعدا باش تعطيني ورقه من هذه ديال الاراثه وديال الوكاله باش نلغيها، ولكن ما بغاتش. وفي الاخير مشيت للمحكمه شديت الورقه لغيت الوكاله. الور ملي لغيت الوكاله اتفقوا كلهم وداروا بيا دعوه اخرى تيخليوني حتى تنمشي نبدا غادي للديار الاسبانيه نهار 27 شهر 6 وجابوا لي العون القضائي. انا ما كانش في بالي 6 شهور وانا مع خوتي هنا ومع امي وسميتو، ما كانش في بالي بان غيدعوني ولا غيجيبوا لي استدعاء ولا ديال استغلال ولا بالوكاله. دونك الوكاله هي ملغات ملغيه وجاوا لي بها الصيدة. تكلمت معهم كلهم كل واحد تنقول ليه راه المحاميه راه تعرفت وقالت لي بانها راه مداعينك، راه خوتك وخواتاتك كلشي داعيك. تنقولها لهم تيقول لك لا حنا ما داعينكش، واش حنا تتعرفنا المحاميه ما داعينك ما مشينا للمحكمه ما نمشيوش معاك. تنقول لهم يلاه معايا سيروا هاد المحاميه قول لها بهذا السيد راه حنا ما داعين وما والو ما داعينوش ما لاحقينش ليه. تيقول لي لا ما بغيناش نمشيو. في الاخير عرفت بان انا القضيه راه كلشي مجموع. دابا ناض واحد الدري خويا معايا كاين في سبانيول حيد سميتو. ملي حيد سميتو ما بغاوش يحيد سميتو، قال لي انا ما ندعيش خويا ما نديرش. نارو دارو مقال اصلاحي وحيدوا الاسم ديال هذاك الدري وتكاو عليه بالسبان والشبان. علاش حيدتي اسمك؟ علاش حيدتي سميتك؟ خسرتي لينا الدعوه. انا ارسلت عبر الواتساب هضرت مع الدريات خواتاتي بلا ما نذكر سمياتهم، حتى وحده ما بغات تعترف ليا بان راه داعياني. دونك تنقول ليها يلاه تمشي سير هاكي هالنمره ديال المحاميه حضري معاها قولي ليها بان رانا ما داعياش خويا وما باغاش ندعي ملي تي ما داعيانيش. ما بغاوش تيقول لك لا. دونك عرفتهم انا بانهم اتفاقيه وحده باعوني انا وشراو خوتهم. وهذا الشيء ماشي على الورث ولا على بلاد بونا، هذا الشيء كله على بلادي. وتيقولوا الناس بانني راه مادي ليهم بلادهم وما باغيش نقسم معاهم بلادهم بلاد بوهم. انت هادي وانا تانا ورثي تانا تالوريث معاهم. وهادي على باغين يديو باغين بلادي يديوها هي اللي باغين يقسموا. انا عندي جميع الحجاج بالحدود بكل شيء. ودابا تيقولوها الناس وما عارفينش الناس المشاكل ديال البلاد اشنا هي. عارفين انا مادي لهم بلادهم وما باغيش نقسم معاهم. تقريبا واحد 8 سنين ما محروتاش هذيك الارض هذه. 6 سنين يا ربي في 2016 ديال الوراثه. هذيك ثلاثه الكتارات وكاينين شي اخرين راه ما دايرينش ما محفظين ما والو. المهم البلاد راه كاينه. اش تموت اهمين انا ما تسارح فيها ولا بغي نحرتها ولا تنحرتها ولا رغم انا ما كاينش انا. انا بوليداتي في سبانيول ما كاينش انا. وانا بداري. يوم بليس ها كنجي ها كنشوف لا شفت ونمشي بحالي. وهذا الشيء كاع كله ما عندوش علاقه بالورث. هاد الناس هادو ما عرفتش انا خلوني بلا خدمه بلا والو. كل شهر غاد. كلمه اخيره اختي كنطلب من جلالة الملك محمد السادس ووكيل الملك باش يحمي هاد الناس هادو يتامى ما عندهمش ما فعالهمش. واللي بغى في هاد الورث عايشين في رزقي في بلادي في داري الغالب الله ما عندهمش. وهاد الناس هادو اللي كينوضوا لهم وسميتو الا كان شي واحد في استطاعة ديالو وسميتو يعطيهم فين يسكنوا يحيدوا يرحلوا لي انا من بلادي. يعطيهم هما فين يسكنوا. يوم بليس هاب لا الدار ديال الورثة ها هي يجيو ونصوبوها ونصلحوها وكل يدير محل كل يدير فيه حويجو. اللي جا في الصيف ولا اللي جا فاسميتو يجي يدخل المحل ديالو. هاد الناس هادو باغيين يقسموا بلادي قبل بلاد بويا. من 2010 وحنا ساكنين هنا والوراثة تيجي وتيلوحونا الدوا هنا ومات لينا بقرة وتيبقاو يلوحونا الدوا للدجاج وتيقولوا لنا رحلوا من هنا ما تبقاوش ساكنين هاد الحاج
واش يقولوا لنا ديك راه مشي دارو وقعدوا الوراق ديالو وكلشي، اه تنتعرضوا للمضايقات وكلشي مشي زمان.